حادث مأساوي لفريق مولودية البيض ووفاة المدرب وحارس المرمى وإصابة جميع اللاعبين. تعرضت حافلة فريق نادي مولودية البيض منذ قليل لحادث سير خطير أثناء طريقهما إلى ولاية تيزي وزو، والتي تحتضن مباراة الفريق أمام شبيبة القبائل بالدوري الجزائري للمحترفين بعد غد الجمعة. وأسفر الحادث حسب ما أفادت مصادر من داخل إدارة النادي إلى 3 حالات وفاة، ويتعلق الأمر بمساعد المدرب خالد مفتاح وحارس المرمى زكريا بوزياني بالإضافة إلى سائق الحافلة. وجاءت تفاصيل الحادث الذي وقع حوالي الساعة 8:30 بحسب التوقيت المحلي إثر انكلاب الحافلة التي كانت تقل فريق المولودية بالطريق الولائي رقم 6 الرابط بين السوكر وسيع عبد الغني بضواحي ولاية ترت. وأسرعت وحدات الحماية المدنية الجزائرية كامل طواقمها لنقل المصابين إلى مستشفى ترت، حيث تم تسجيل عدة إصابات في صفوف اللاعبين منها 4 في حالة خطيرة.